كابتن محمد مين هيهبط؟ الصدارة خلاص دوري الزمالك. فرقتين من ثلاثة. فرقتين من ثلاثة. المقاولين الجونة. وأقربهم الجونة. لأن المقاولين أخف في المباريات. إستن عنده ماتشين أقوياء من الثلاثة والجونة عنده ماتشين أقوياء من الثلاثة. فأنت قلت لي الجونة والمقاولين مع مصر المقاصة؟ مع مصر المقاصة خلاص هبطت للأسف يعني. يعني الجونة والمقاولين. يعني لا يعني فرقتين من الثلاثة. جونا المقاولين. مقاولين استرن. بس خد بالك استرن عنده 29 الثلاثة عندهم 29. الغزل عنده 31، الغزل عنده المقصة الماتش الجاي في المحلة. لو كسب خلاص. فلا خلاص بالطول بالعرض هيكسب ب 34 خلاص ده عدى. المشكلة في الثلاث فرق دول. استرن عنده الزمالك وعنده بيراميدز والجونة عنده برضو الماتش الجاي سموحة في سموحة. استرن ما عندوش بيراميدز، عنده الزمالك والإسماعيلي والبنك الأهلي. فرق قليلة. لا طبعا. فرقتين ثلاث فرق جامدين. الجونة. الجونة بقى اللي عنده مباريات في منتهى الصعوبة. عنده بيراميدز وفيوتشر. بيراميدز وفيوتشر. صح. أنا قصدي على فرقة منهم فأقربهم الجونة. صحيح الجونة. كابتن أحمد شايف مين ممكن يهبط مع مصر؟ نفس الكلام، هو المشكلة في الماتش اللي باقي. الماتش اللي باقي الأصعب للجونة. عندهم ماتش صعبة جدا. رغم إن فكرونا يا جماعة الجونة فاضل له ماتشات إيه لو سمحتوا. رغم ان إسترن كومباني عنده برضه ماتشات قويه مش 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 سهله، ولكن ممكن يبقى فيها نتائج ايجابيه ممكن. لكن الجونه لا، الموضوع صعب شويه يعني. محتاج هارد ورك شويه الفتره دي. فانا كلامي مع زي كابتن كرام جليل ان هو الجونه ممكن تبقى هي الاقرب يعني. الجونه الاقرب. طيب تيجي نخش على تشكيل الموسم الجديده دي. حلو كده. حلوه دي. الموسم الجونه فاضل له اسمها فيوتشر بيراميدز في منتهى الصعوبة جدا، في منتهى وسموحة اصلا عايز يكسب كمان. بالظبط. طيب هبدا معاك وبعد كده اخش على الكابتن احمد. تمام. خلص تشكيلك. تمام. وبعد كده اخش على تشكيل الكابتن احمد عبد الجبار. بس احمد الجبار انا هاخد التشكيل على النهارده. النهارده ايه؟ يعني ال- 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 الاسبوع ده او الشهر ده. لا هو ده تشكيل ولا عامه الموسم كله؟ تشكيل الموسم كله كده. الموسم كله؟ لا كده تتغير. اتفضل. نبدا بحراسه المرمى. عندك خد بالك الاسماء اللي محطوطه دي ده ريفرنس بس، يعني دي اسماء تفكرك، لكن لو انت عايز تقول اسم من خارج الاسماء دي براحتك. لا والله ما الاعداد عندك شطار وجايبين احسن خمس حراس اللي كانوا موجودين زي الفل. ممكن جنبيهم الهاني برضو يخش. يلا. مش عارف هنبدا اول تشكيل. بص كده وراك كمان. في لعب جامد. اختار حارس المرمى. شغل عالي ده. جديد يعني على توتال السنه. الشناوي. محمد الشناوي. طبعا. يلا محمد الشناوي في حراسه المرمى. برضو هتلعب خطه الاول عشان نختار على اساسها. في غيرها؟ ايه 4-2-3-1. ماشي. بختار اتنين مساكين. اتنين مساكين. الونش وعبد المنعم. الونش ده على وعبد المنعم. ماشي. ظهير ايمن يعني اختار عمر كمال عبد الواحد. من الخمسه. ظهير ايمن عمر كمال عبد الواحد. ظهير ايسر. بص فتوح وعلي معلول. فتوح وعلي معلول. علي لو كلمتني من السنه اللي فاتت من 4-5 سنين ما خلاش باك ليفت في مصر. الله اكبر عليه. بس يعني انا فتوح السنه دي ليه دور مع الزمالك. صحيح. يعني صحيح. فيخش فتوح باك ليفت. فتوح باك ليفت. وسط مدافع امام عاشور والسليه. امام عاشور. السليه ده من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ الديفندرات مع الخمس ست ديفندرات. ومهما نقول ان هو وحش لا مجهد بتاع لا السلاي ده في حته تانيه بجد في الديفندرات. فامام والسلاي. امام عمل موسم حلو قوي. لا امام لعيب متكامل. يعني بيفكرك كده باللعيبه اللي يعني هو ممكن يقف جون هيشتغل جون برضه. لا بحب طريقه لعبه وغير. طيب. من سلوكه هو. على فكره صانع العاب. صانع العاب اللعب ما بين محمد مجدي قفشه، عبد الله السعيد، محمد ابراهيم، عبد الكريم الوادي، احمد سمير. والله محمد ابراهيم عامل موسم كويس السنه دي. يخش مع عبد الله السعيد مع قفشه. اختار مين؟ اصل قفشه يعني ساعد الاهلي السنه دي في بطولتين ثلاثه كابتن. اختار واحد. كان ليه دور. وعبد الله السعيد. لا بس اختار قفشه كصانع العاب. قفشه؟ على اول ست شهور. ماشي قفشه. على اول ست شهور. جناح يمين لا ما تحطش حد جنب زيزو. الله اكبر من اول الموسم لاخره. نمبر 1 يعني. فهو زيزو ياخد جناح يمين. يبقى قفشه وزيزو. قفشه صانع العاب واحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو في المجمل افضل لاعب في مصر السنه دي. طبعا افضل لاعب طبعا. وهو مستغل الحته دي والكره مطوعاه يعني. هايل.
جناح ايسر. جناح ايسر اللعبه ما بين احمد رفعت واشرف بن شرقي. انا لو كان على الاسبوعين اللي فاتوا دول او الشهر اللي فات ده كنت هدي احمد رفعت، بس لا بن شرقي برضو، فاشرف بن شرقي جناح. اشرف بن شرقي جناح ايسر. ليه دور كبير في فوز الزمالك بالدوري السنه اللي فاتت والسنه دي. ماشي. المهاجم والله انا هخرج برا المصريين المره دي، يعني مع ان انا بحب احمد عاطف قوي وشادي حسين بحبهم جدا 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 ومستقبل كويس، بس انا ادي لكل واحد حقه. جون ايبوكا. جون ايبوكا طبعا مهاجم سترايكر. سترايكر. طيب عندك تسع لاعبين تحطهم دكه بسرعه. تسع لاعبين من دول. يعني هنحط عواد، هنحط عواد اسامه جلال. عواد واسامه جلال. وهنحط انا قلت لك بسرعه بس هم اكرم توفيق في الاكتوا. عواد واكرم توفيق ومين تاني؟ وممكن يخش معاهم يعني علي معلول. عواد انت قلت دلوقتي عواد اكرم توفيق علي معلول. علي معلول. ماشي. يخش معاهم اسحاق يعقوب. اسحاق يعقوب. لان زاد سعد بيلعب من فوق. صح. يعني مش باك ليفت. ممكن يلعب من فوق. صح. اسحاق يعقوب. يحط معاهم عبد الله سعيد ومحمد ابراهيم. عبد الله سعيد ومحمد ابراهيم. هنحط رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي، ولو ان انا عايزه يحسن كده تسعه كده حلو. مفيش فيرويد واحد عايز تاني؟ حط واحد فيرويد بس عشان خاطر الظروف، يعني حط الواد احمد عاطف. احمد عاطف كده خلاص. خلاص ده كده التشكيله. تشكيل كابتن محمد عبد الجليل، محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد، الونش وعبد المنعم واحمد فتوح، امام عاشور والسوليه، محمد مجدي قفشه وزيزو بن شرقي وجون ايبوكا. دي تشكيل الكابتن محمد عبد الجليل لهذا الموسم. إيه؟ ليه ممكن تبقى بتاعت روي فيتوريا في الماتشات الجايه، بس هيحط فيرويد هنا مصطفى محمد، وهيحط رمضان صبحي مكان بن شرقي. ماشي. ده للمنتخب يعني. ومش عايز تحط محمد صلاح. ده محمد صلاح. يعني المحليين. ماشي. ده منتخب المحليين. التشكيله الاحتياطيه للكابتن محمد عبد الجليل لهذا الموسم: محمد عواد، اسامه جلال، اكرم توفيق، علي معلول، اسحاق يعقوبو، محمد ابراهيم، وعبد الله السعيد، وانت قلت لي مهاجم ورمضان صبحي. رمضان صبحي ومهاجم حط احمد عاطف. واحمد عاطف. حلوه التشكيله. والله تشكيله محترمه. حلوه التشكيله. نثبتها بعد ما نخلص كده، وبعد كده ناخد التشكيله بتاعت الكابتن احمد الجمل. وانا متاكد الكابتن احمد الجمل هيعمل تشكيله غيرك خالص. لا مش جمال، اختلافات بسيطه قوي. بسيطه جدا. تشكيله الكابتن محمد عبد الجليل. كابتن جون ايبوكا ده بتاع امبي صح؟ جون ايبوكا عامل شغل حلو قوي. عامل شغل حلو. بس لو راح الاهلي والزمالك تفتكر يشتغل؟ تسالني؟ لان انا المفروض اسالك السؤال ده، بس يعني معلش. لو اجابت انا لا. انا لا. برافو عليك. ما اضمنوش صح. لا مش موضوع تاني. مش اهلي وزمالك. هو متعلق جدا مع امبي. جدا. مهاجم كويس. بس ما اعتقدش انه اهلي وزمالك.